بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحلم كل امرأة بالحصول على وجه جميل خال من علامات التجاعيد والخطوط والتي تظهرها بمظهر أكبر من عمرها. سأعطيكم اليوم كريم الشاي لعلاج التجاعيد ومحاربتها بالشاي الأخضر السحري على البشرة. ندخل مباشرة في طريقة عمل هذا الكريم. أولا نأخذ 3 ملاعق طعام كبيرة من الحليب، أي نوع حليب متوفر عندك بالبيت استخدميه، حتى وإن توفر لديك حليب البودرة أو حليب الأطفال يمكن استخدامه في هذه الوصفة بتذويبه بالماء واستخدامه بشكل عادي. وبعدها نضع عليه 1 ملعقة شاي صغيرة من الشاي الأخضر أو الأسود، حبذا لو توفر عندك الشاي الأخضر، النتيجة رهيبة جدا. نتركه ينقع في الحليب الساخن لمدة 2 ساعة. بعد مرور 2 ساعة نقوم بتصفية هذا السائل مباشرة. ثم نضيف 1/2 ملعقة شاي صغيرة كذلك من نشا الذرة الكورن فلاور المايزينا، ونخلط المكونين جيدا مع بعضهم البعض حتى يذوب النشا نهائيا في هذا السائل. ثم نأخذ كالعادة الحمام المائي، طريقة الحمام المائي، ونخلط المكونين مع بعض جيدا حتى الحصول على كريم. نخلط جيدا، طبعا يكون الإناء على النار. نستمر في الخلط حتى الحصول على هذا الكريم الخفيف. نرفع البرطمان ونتحصل على هذا الكريم، كريم الشاي. نتركه ليبرد قليلا حتى نضيف عليه الإضافات الأخرى، ثم نضيف 1 ملعقة شاي صغيرة من كريم الجليسرين، أو إذا توفر لديك الجليسوليد نضيف 1 ملعقة شاي صغيرة، أو حتى كريم نيفيا. لو توفرت عندك كريم نيفيا يمكن إضافتها، وحتى كبسولات الفيتامين A إذا توفرت يمكن إضافة كبسولة من الفيتامين A، أو كبسولات الأوميغا 3 أو زيت الفيتامين A. نخلط جيدا الكريم مع بعض. مدة صلاحيته 2 كاملين إذا كان فقط بالكريم. إذا أضفت الفيتامين مدة الصلاحية 1 شهر كامل. طبعا مع الكريم كذلك يجب إضافة الكريم المرطب، يجب إضافته والخلط الجيد. الاستمرار في الخلط يعطيك كريم ملمسه ناعم جدا وتتشربه البشرة. نتحصل على هذا الكريم، لاحظي معي. طريقة استخدام هذا الكريم على بشرة نظيفة، قومي بتوزيع الكريم خصوصا قبل النوم من الرقبة حتى بشرة الوجه حتى اليدين، يمكن استخدام هذا الكريم له.
هذا الكريم يعالج خطوط تحت العينين وحول العينين والتي تسبب مظهر تجاعيد مزعج، كذلك تعمل على ترطيب جفون العينين، يقلل انتفاخات وتورم العينين، يعمل عمل كبير على علاج الهالات السوداء، وكذلك يعالج حساسية في منطقة حول العينين ويمنع تكون الدهون في هذه المنطقة. استخدام هذا الكريم قلت لمدة أسبوعين كاملين، آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات لمن يعانون من هذه المشكلة، مشكلة التجاعيد والخطوط في سن مبكرة، يمكنهم اعتماد هذا الكريم طبيعي آمن وليست له أي أعراض جانبية. حتى الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.